طيب انا بعد عبد الله. عبد الله ما قال شيء اتوقع. في قصيده يدور معنا مخرج سبعه عبد الله هسه. في قصيده اظنه الامير محمد بن سعود كان يقول يقصدها للملك فهد، يقول فيها: حنا هزمنا الفرس في يوم ذي قار، خذنا الكنوز وتاج كسرى غنايم، واليوم وايل فهدها يا الثار، ما بعرف والسيف له وقت على الدم صايم. الله يسلم اسلم ريان. عبد الله عبد الله يا عيال وين قصيت؟ عندكم شيء؟ لا بس عندك ريان ريان من يوم قاعد يسوق ترى قصايد.